والله جعل لكم من بيوتكم سكنا إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يعز الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان يا معنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحان وحير كتابا دون هدي الليل هذا موضوع ولالكو شيقي وعنوان كسوي هاي الخلافات الزوجية أسبابها وعلاجها. خلافات كقويسك سببها كينا إيو وحيابها لقدوه إيو سيدا كموقت عنوانك كالمدني وحيكا كوبنان دون تالبادنا جانبك كوباد وسببها كينا خلاف كقويسك جانبك اللبادنا وحلك شرعه ويريها لقدوه إيو لبادا موضوع عمل لبادا طرف عنوانك وقيب سنيهي قيب تهوره يعني وحي الكتابان هيا إن شاء الله وسببها كينا خلاف كقويسك إن سببها لقاها الله وحي سببتها هي أما يفرأ نقطها إن له الدولة وحال لهذا تشخيص الأمراض هذه عذرك لحديده أو لصليه أو لأقاده وحا سهلا إن لدويه ومن الشيء إن خلافات كأسبابتك أنت إن الخلاف كأم برنا يوحنا الشيء إن من باب مسيرة ذي جيران عرفت شر لا للشر لكن لتوقيه شرطة يحمانت أيان أقاذي ومحكا برتي وحانا نو أقان أيا إن نسكتشيرو ونسك إلاليو وما أقان هيا ومانا بران هيا إن شرك لفتيسا أن كل رغم أنقات قرآن كريم كا يسوند النبي عليه الصلاة والسلام آد بارلوغو فهفاهيي حالة ده قويسك آد بارلوغو هذا سبحانه وتعالى سورة البقرة أداد دي بغو النقطة ميلب بضنب إلهي قويسك أرمه وضككها اللي وحاكم إذا سورة النساء الله سبحانه وتعالى وككها اللي سيدا سورة بلوغ يدي يكم وقنيس سورة الأحزاب إلهي سبحانه وتعالى آداب تقويسك إيو كجها الله أو كسوة قاضي سورة الطلاق بعلى كجها الله سورة التحريم بو على كجها الله سبحانه وتعالى هي سورة ذكره هل كوا حنك جرنا إن ما دام أسرده أي تهاي أساس المجتمع بلشدو تيرك وجم مهم سنة يكتها ندوا قيسك سيدا درتاد با قرآنك آدي آد
arrimaha qoyska iyo qaabkii loo wada noolaan lahaa iyo aadaabtiisii haddii la wada joogayo iyo haddii la kala tegayo aadaabtii loo kala tegi lahaa uu qur-aanku si fiican uga hadlay. Waxaa muhima marka walaalayaal intaa kadib inaan fahanno qaacido muhima markaan rabno reer inaan dhaqno, waxyaabaha khilaafaadkiisa keenana aan wax ka ogaano, qodobbaa muhima inaynu ku wada baraarugsanaano. Qodobkaasi waxa weeye أن الخلافات الزوجية أو الخلاف بين الزوجين واقع لا محالة. هرتا تا وين الحساب تو كدر سنة. رير وضن نول ويسقبا وحا قصبا إن خلاف الأحمر يوم مسألة هبالوي. هدي في عينهن يا هدي أي فاميلي قلب قلب يهن. شاءوا أم أبوا. هدي دونان يا هدي ديدان بخلاف هرتا كي إمن هيوي. وأنا وحي الله سبحانه وتعالى وبني آدم كوكو أبوري. halkaas markay mas'aladu tahay waxa meesha ka baxaysa in la iskhilaafo macnaheedu ma aha in la kala tagay. mushkiladuna ma aha runtii khilaafku waa mushkilo, laakiin waxaa ka sii mushkilo badan oo ka weyn in la xallin waayo. waana taan rajaynaya insha allah qaybta sheekh axmed nuur xuluusha iyo xalka iyo cilaajka uu keeni doono haddii ilaahay yidhaahdo uu kaga hadli doono. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa markay guurka ku cusub yihiin ama ay rabaan inay guursadaan oo weli ayna reer yeelanin, kolle tasawur iyo fikrad buu qofku guurka ka haystaa. waxaa muhiim inaan ogaano ayuhal ikhwaa, reerku iyo guurku yacni ma aha dariiq ama guri mafruush bilwuruud, meel ubax iyo barafuun iyo sariir goglan iyo mar walba hawshaas ay taallo isku dubadhacsan mar walba maaha. haddii gurigu aad ka fahaysato fikrad ah inuu mar walba isku dubadhacsan yahay oo wax ka kala dhiman uuna jirin, arrintaasi waa arrin khaldan wey. gurigu mar walba sidaa ma aha. haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay litaskunuu ilayha in lagu xasilo, waa sax, waana sidii ilaahay ugu talagalay. waa inaad ogaataa intaa in la eg oo u dhiganto oo mas-uuliyad iyo culays iyo xil inuu wato. marka jaanibkii muxuu aha nafciga iyo faa'iidada keliya waa inaadan adan qaadanin, ee aad ku tala gashaa jaanibkii mas-uuliyadda iyo culaysku lahaa iyadana inaad qaadato oo sida qunmiga aad u rabto. qunmigu waa faa'iidada iyo ribaxa guriga, qurmigiisina waa inaad ku tala gashaa. qurmigu waa dhibaatada iyo waxyaabaha ku soo waajahaya. waa tii nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiidkii waatu ahaa alqunmu bilqurmi, yacni qofka qunmiga leh ayaa qurmigana leh. marka waa inaad khasaari iyo faa'iidaba dhib iyo dheefba waa inaad guriga ku tala gasho oo aadan ku tala gelin guri mar walba 100%. haddii aad ku tala gasho guri aan khilaaf lahayn, aan la ysku hor imanhaynin, buuquna ka dhacaynin, fa anta waahim, qof yacni waahima oo waxaa tahay aad iyo aad xaqiiqada uga fog. taasina waxay keenaysa waa midda keenaysa markuu khilaaf dhaco inaan la xallinin. laakiin qofka marka horeba hadduu ku tala galo gurigu inuu khilaaf ka iman karo oo waxyaaba soo bixi karaan, waa qof halkiina ku tala galay wey. haddii laakiin aad ku tala gasho gurigu inuuna khilaafba ka dhici karin, seebaaba la iga hor yimid, seebaan isu khilaafnay, seeba hadalkayga u shaqayn waayo marka horeba hadday kugu qufulayd, dee xal raadin maysida. waxa weye waxaa taagnaanu nin mara ku dhaga baa tahay oo see la iga hor yimid baa taagnaanaysa, mana soconayso. marka walaalayaal, khilaafku markaynu sidaa u ogaano inuu shay iman haya yahay oo qasaba, waa inaan xisaabta ku darsataa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii ilaahay addoommadiisa ka doortay. innagoo aadaabta iyo tacliimta guriga iyo khilaafaadkooda sida loo maareeyo layna barayo, yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa gurigiisa mararka qaarkood waxoogaa khilaaf baa ka dhici jiray. waad garanaysaan xadiidkii saxiixa ahaa saxiixayn, nabiga calayhi salaatu wasalaam bil dhan buu wuxuu ka dhaartay inuuna guryaha islaamaha u dhowaanin. waa xadiid saxiixaynka ku qoran wey, xadiid saxiixaynka ku qoran wey. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam innagaa laynagu barayaa nabigu dee khilaafka gurigiisa soo dhex galayna wuu xallisan karaa, ilaahayna wuu u xalliyo wuuna xallistay, rasuulkii ilaahay buuna ahaa addoommadiisa uu ka doortay. laakiin innagaa tacliin iyo aadaab laynagu barayaa ah khilaafka guryaheena saan ku xallisan lahay, innagaa laynagu barayaa. sidaa darteed baa shaydaanku inuu reerka qalalaase ka dhex rido oo reer nabad ku nool oo isjecel oo reerkoodii dhaqanaya
inuu qalalaaso iyo buuq iyo khilaaf ka dhex abuuro waa shaqada ugu weyn ee shaytaanku hayo. Nabigu sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih muslim wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam shaytaanka taliska ugu weyn ee laga xukumo midka ugu weyn in ay badda u dhex taallo carshi iyo sariir ay u dhex taallo halkaas taliska shaydaanka u yahay. wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ciidamadu halkaa ka kala diraa, qaar wuxuu u dirayaa inay shaqo soo qabtaan, yacnii shaqooyin kala duwan iyo mahaam kala duwan, operashino kala duwan buu u dirayaa, qaar dad soo dila, xadiidka yacnii kuma qorra, qaar dad soo dila, laakiin shaqooyin kala duwan ayuu u dirayaa oo wuxuu lagu fasaadinayo, qaar wax soo dila mathalan, qaar reer soo kala fura, qaar laba saaxiib kala dila, qaar dadka tuuganimi iyo khadburaad ku qalqaaliya, qaar xan ku qalqaaliya, qaarba shaqaa loo diraya. laakiin wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam shayaatiintu markay ribootka keenaan, shaydaankii xukumay ay ribootka u keenaan, midka uu isu taagayo ee abaalmarinta ugu qaalisan uu siinayo ee uu leeyahay ninka soo shaqeeya waa adiga, waa midka gudbiya ribootka ah, reer nabad ku deganaa baan soo kala dilay oon soo kala furay oo guri baan halka ku soo burburiyey. midkaa weeye midka shaytaanku uu waxa weeye abaalmarinta ugu qaalisan iyo soo dhoweynta ugu fiican uu siinhaya ee uu mucaanaqaynhaya madaxa u salaaxay. halka waxaan ka garanaynaa marka guriga oo la dumiyo, reer nabada oo kharbudaadeed iyo khilaafkooda laga shaqeeyo waa camal shaytaan. reer nabada oo la isku diro oo la dumiyo oo la iska horkeeno camal shaytaan wey. in waxa weeye reerka la nabadeeyo oo la isu keeno oo la isu soo dhaweeyo waa camalkii diinta iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo diray ee sawaabka ah wey. waxaan rabaa inaan u gudubno, intaasi waa hordhac, maxay yihiin sababaha keena khilaafka qoyska? waxaan leenahay waxaa ka mid a kow, sababaha keena waxaa ugu muhiimsan oo ka mid a ikhtilaafu tabaa'ici almujtamacaat fi tacaamuli maca zawja aw zawja, mujtamacaadka iyo bulshada oo ku kala duwan xagga dhaqanka. xagga dhaqanka inay bulshadu ku kala duwanaato waa waxyaabo keena dadku inay isqabtaan, iyagoo dadku muslima oo isku diin ah, ba haddana dhaqankii gabadhu meeshay ku soo kortay iyo ninku meeshuu ku soo koray iyo wixii uu soo qabatimay lagu kala duwanaan karaa. taas waa waxyaabo la isugu dhici karo. waad garanaysaan xadiidkii fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi ibni cabaas, wuxuu leeyahay muddo ayaa waxaan ka fikirayay aayaddii qur-aanka ee allah subxaanahu watacaala in tatuubaa ila allaahi faqad saqat quluubukumaa, haddaad ilaahay u noqotaan laba dumarabay aayaddu la hadlaysaa oo ummahaatu lmu'miniin ka mid a, faqad saqat quluubukumaa, qalbigiin labadiinnii qalbi ama quluubtiinnii way iilatay oo way leexatay, yacnii wuu yaallaa oo waad samayseen wax keena inaad ilaahay u noqotaan. waxaan isweydiinayay labada dumarka ee aayaddu ay la hadlayso waa labadee. muddan ila nin dhalinyaraba cabdullahi ibni cabaas radi allahu canhu, anoo arrintaa isweydiinayaba waxaan damcay wuri cumar ibnu khaaab inaan weydiiyo, muddana waan ka haybaysanhayo oo waan ku dhiiran la'aa ilaa aanu isla xajino aniga iyo cumar oo isla soconna oo xajkii kusii soconnaa. yaa wuxuu yihi cumar kaadiba u leexday radi allahu canhu, yacnii qadaa'ul xaaja, weysadii baan u qaaday waan u khaadimay isagoo weysaysanaya. yaan ku yidhi buri yaa amiira almu'miniin, labadan dumarkee alla uu leeyahay in tatuubaa ila allaahi faqad saqat quluubukumaa, haddaad ilaahay u toobad keentaan qalbigiinnii wuu iishay oo wuu leexday oo wax toobada idinku bixiya waad samayseen oo toobo keena waa labadee. markaasaa wuxuu yidhi waa xafsi iyo caaisha, labada dumarkee aayaddu sheegtay. ilaa cumar nin weyn buu ahaa markii aayaddu soo degaysay, qaabkay ku soo degtay iyo say wax u dhaceen iyo guryaha nabiga wixii ka dhacayna wuu ka warhayay. labada dumarka ee aayaddu ay ka hadashay wuxuu yidhi waa xabsi iyo caaisha. markaasuu sheeko u galay, wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaasow sidayadaba annagu haddaan nahay waana tan arrinta uga dan leh, wuxuu yidhi haddaan nahay quraysh, niman reemaka oo quraysha baan ahay, dhaqanka iyaguna wuxuu ku baysgaraysnaa haweenka waan ka adkayn buu yidhi sidayadaba. ilaahay qadarkii markaanu nimid madiina oo walaalaha iyo ansaar iyo dhulkaa aanu nimid, ba waxaanu nimid mujtamac dhaqankood iyo acraaftoodu naga duwan tahay oo haweenku raggii ka adag yihiin. haweenka iyagii waxay arkeen oy ku daydeen buu yidhi, ilan dumarku waa sariicatu ta'athur, markiiba waxay ku daydeen buu yidhi haweenkii ansaar, waxay bilaabeen inay nala murmaan,
waxay bilaabeen inay nagu hadal celiyaan, waxay bilaabeen inay nala tirsadaan, annagii haweenkii waa madaxa isla galay. ilaa maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday buu yidhi islaantayda inaan hadal ku dhaho oon waxoogaa yacni yaraha canaanto, markaasay igu hadal celisay oo ii soo joogtay, mana dhici jirin buudhi arrintaas, ila makaa lagu noolaayo dhaqankanaa jiray. markaasaa buu yidhi waa sidee, maxaa hadal celintan iyo sheekadan soo baxday cusub maxay ahayd? markaasaa waxay tidhi cumarow, adugu waxaa diidan tahay inaan kugu hadal celino, nebigaa lagu hadal celiyaa, oo xaasiskiisu ay hadalka ku nama runba ma nebigaa lagu hadal celiyaa? Hawalle way ku hadal celiyaan, xaasiska nebigay sheegina xafso oo cumar dhalay baa ku jirta. markaasaa waxaan idhi buu yidhi khaabat xafsatu wa khasirat, walle hadday saa tahay xafso way khasaartay wayna hoogtay, ma nebigay bay ku hadal celisaa? iyadii buu u yimid. markaasaa wuxuu yidhi xafsoy, ma nebigaad ku warcelisaan oo hadalkiisa aad hadalka keentaan? markaasaa tidhi haa. iyadii buu marka la dardaarmay, waana meesha laga qaadanaya ninku gabadhiisa inuu ka warhayo danta gurigeeda iyo arrimaheeda uu mar walba kala taliyo, wuxuu yidhi is-ilaali, nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam ha dhibin, waxaad u baahan tahay aniga ay weydii, hana ku kadsoomin haweenka lagula qabo qaar ka mida, ha ku kadsoomin oo kaa qurux badan kaana daayar. caaishu sheegaya arrintaa baxariyana ku gelino yaan lagu furin buu yidhi, intaad muxuu ahaa haween kaana daayar kaana qurux badan say u dhaqmayaan, intaad tidhahda waan u dhaqmay dalqadaada yaan lagu siin, waa inaad aad iyo aad isu ilaalisa. marka taan uga dannaanay waxa weeye waa qiso dheer weeye, cumar marka wuu waday guryaha nebigoo khilaaf marka dhacay sidii lagu xaliyay sheekadiiba ka sheekeeyey, laakiin arrintan uga dallaynaya waxa weeye in muxuu ahaa bini aadamku ay isqaban karaan waxyaabaha keenana guriga khilaafkiisa waxaa keena mujtamacaadku inay dhaqanka ku kala duwan yihiin. xataa waxaa dhici karta mararka qaarkood gogasha sariirta, xataa mujtamacaadka gogasha iyo sariirta ee labada qof dhex marta in xataa lagu kala duwanaado, kayfiyatu tacaamul macaha. waataad garanaysaa qisadii wiil ansaari, wiil quraysha ayaa wuxuu gusay aayadii qur-aanka ida alla ulahaa subxaanahu wa tacaala, nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum annaa shi'tum. wiil ansaariyabaa wuxuu guursaday yacni gabadh, wiil qurayshabaa wuxuu guursaday gabadh ansaar. qaabka ay gogasha u kulmaan quraysh ee nimanku ay haweenkooda ugu tagaan wuxuu ahaa qaab waxoogaa ka duwan qaabka ay ansaari ay haweenkooda ugu galmoodaan ay ugu tagaan. gabadhii markuu aroosay qaab aynan fikrad ka haysanin oo aynan weligeed maqal yuu ninkii qurayshaha ula yimid gabadhii. markaasi waxay tihi war waa sidee madaxa isla galen, waana hawshii gogasha wey. markii madaxa la istahaa waxaa keentay yacni dhaqankii baa lagu kala duwan yahay, dhaqanki ayaa lagu kala duwan yahay. markaasa waxaa soo degtay nisaa'ukum, ilaahay baa xaliyay nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum annaa shi'tum. yacni waxa weeye waa beertiini saa doontaan ee ugu taga. marka acraafta iyo dhaqankoo lagu kala duwan yahay waa arrin keeni karta in reerku waxoogaa isku dhaco xataa arrinta gogasha la xidhiidha. yaa dhici karta in mararka qaarkood la iskaga hor yimaado oo dhaqan ay sal ku haysa arrintu, wax dhici kara wey. waxaan ka qaadanaynaa marka qisada cumar radia allahu canhu uu cabdullahi ibni cabaas uga warramay, kow, mujtamacaadku inay ku kala duwan yihiin xagga dhaqanka iyo caadaadka marka la eego arrimaha qoyska, oy dhici karto iyagoo dadku fiican arrin dhaqan la xidhiidha inay isku khilaafaan oo isku qabtaan. laba, waxaan ka qaadanaynaa haweenku inay yihiin sariicatu ta'athur, in yacni waxa weeye aad iyo aad ay ugu daydaan bulshooyinka mar walba ay ku cusub yihiin, haweenku si deg dega inay ugu dadaan ay koobi gareeyaan. waad garanaysaa yacni waxa weeye haweenkii quraysh oo weliba haween wan wanaagsan ahaa oo nebiguna ammaanay calayhi salaatu wasalaam, markii madiine la yimidba waxay ku daydeen haweenkii ansaar dhaqankoodii inay raggoodii ku hadal celiyaan. marka dumarku aad bay mujtamacaadka lagu cusub yahay dhaqankooda, waxaa ku badan inay durba koobiyeeyaan oy ku daydaan xagga mucaamalaadka, xagga labiska, yacni waad aragteen. intaa waxaan u malayn halkan baa inoogu filan darsi. yacni waxaa u sahlan iyadoo afrika aan bil soo moogeyn ama saddex bilood ama sanad aan soo moogeyn, waxyaaba aan afrika ninka loo diri jirin inay bayna cashiyata wuduuxaha saddex bilood gudahood inay ninka u dirto oy u yeedhiso, oo xaggaana dhaqanba aan ka ahayn oon munaasab ahayn oon looba jooginba oy halkan uun muxuu ahaa ay ku maqashay. marka taas waa dumarku aad bay yacni sariicatu taqallub weeye, dhaqankooduna wuu isbedbedelaa. marka ninku inuu xisaabta ku darsado lafteeda waa arrin muhima. waxaan ka qaadanaynaa oo kale qisadaas derisku waatay soomaalida inay derisku diintiisu kuu yaalaa ee derisku inuu ku saameynayo, derisku uu ku saameynaya
إسلام تدرس كأقوى هديتها إسلام يعني وحوي أن سهلين أو نبضن تهذا وحبها ضلضل بكس وجاري وح أي جوري جذي لقن كذا كوا أركتبي مالك دم بعدي أنا لقول حاجون هدي في عن تاينا والغي يا بخير كذي ضلضل كذي نكس وجار أو يذنا أي رد في عن جوري جاي أي كوي رت يذنا واحد لعكرون مدة كلا غضب كأفراد وحوي وحيابها كان خلافات كقيسك وحا كم إذا كلام مغرانشة كلام مغرانشة هو عامل مهمة أما فكتر أذق أو ريركو كان إنو إسكدع وحا مهمة أيها الإخوة إنا نؤغانو كلام مغرانشة يعني وحوي حد عادي أهل اللي يقانا كبحسن وحو كهر إيمان هيا وجددي قور كلاقلا إلا يجددي قور كلاقلا وحا يهيد إن الملادارة إن وحلا إسلا كرصدو إن لوضا نورادو إن رير لا إسكبكتو دنتي شهودي ريركي إن لا إسكو قوتو هادي مركا كلا مغنانشو بلا ضوابدة وان حدود لهاي نوفران وان وقتي وان يعني وحوية عن لهاين ريركو إسكو لعيا وايا مقصود كي وجددي قور كبال لغالها أيا ميشاك بحيس هيا بن مركا هادي ننكو أوكا مغنان هذا قبادة سنة لبا صدح أفر شن لحتو دوس ديت سقال سنو شرعنا ومسلا خطرو مسلا حرانوي يعني مغنانشا أن حد لهاين وقبل حد جادين الله يسكها يستو هن الله يابين إن يعني ماشي بوغي خلاف ويمادو هلا ياب بوغي خلاف إنه يمادو أما مغنانشا قبله حسبه أما نينكو حسبه أما متقطبيون السبب من الظروف ربانية وحق إلهي كاتب من سيدة قحن ضدك أي كلفو جادين وكله حسبته لكن هذي كلام مغنانشا هو بتو خلافك ويمانية وحكي السبب حسبه وإن مركا كلام مغنانشا حل يدو الله ويمانية ولذلك كما عمر رضي الله عنه قصة أذكرنا إنسان عمر ومجال هذا مدينة وريجة يسوع جوريان علمته مركو مغري جبادي نن فرين تشير إسلام كا قال هذا مسلمين تأسكوهر فدين نن شري أو عيد ماذا كوج شري يوحى مغلي إسلام تيسيو جبادي ترين هيس أو كوج جبادي يسوع كل جد سلاح الله يسوع ولا سرير تنا عاوة ولا هدانا إلهي كبغين إن بدن بطل الرغاغر هاي وحوي أن وحصمين لها يعني واحد الذي إلهي بان كبقى يعني وانو يرن كرا نين بانو يرن لها بإله كل قد بأسر هذا سنين كبا إن بضان كم غنا عمرنا كورمير يوحو سمين هي سعادة المقارة دا حد هذا أهرين تي مركو مغلي وو درامي وو أغادي إنو نينك هذي حقا كون مغاني هاي قبال ديسي حفصة أيو يميد مركاسة وحو الوحن كوي دي حفصة قبال دو انتابة نينك مارمي كرتا أو نين لعانا عادي سيجا جوي كرتا أو نينك هذا أي موغان كرتا أو ينا حسوسنا ينين وباهنا ينين مركاسة وحاجة الأفر بلود wuxuu soo saaray umar marsuum ama wareegto oranaysa ciidamada furimaha jira afar bilood ka badan haweenkooda kama maqnaan karaan markuu ninku afar bilood maqnaado furinta waa in la soo bedelo reerkiisa uu yimaado halka waxaad ka garanaysa marka kala maqnaanshaha waxa ka dhasha dhibaatooyin fara badan oo kulligan hadda aynu garanayno oo xalkeedii iyo xalinteedii iyo ay aad iyo aad u adagta aad iyo aad ay u adagta qodobka shanaad وحيابها خلافك كان وحا كم ذا عدم معرفة كل من الزوجين ما له وما عليه لبدا قف أو أن أقونن مذول بحق لقوليه وحا آذن وقبضن أما بني آذن كبرلغن كيسا قبضن بني آذن كسيدي سبوحو يقان وحا كمغن لكن وحا أذيك كقمغن انت بضن ضدكم ما يقان وحا ذر كيسا قف ترسانها أو رقا أما دمارة oo aadi aad gurigiisa uga cabanaya waxa laga yaaba marka la isuu yimaado in isaga daalac lagu yeesho ama iyada daalac loo raacdo iyadii qaan lagu yeesho walidaanka bay shariicadu waxay leedahay qof cabanaya haduu ku yimaado oo ishu kala laado ha u xukumin waxba ilaa ad qofka kalena ad ka ogaato ee muxuu aha waxa isagana haysta wad garanaysan qisadii ee nabiyullaahi daawud (alayhi salaatu wasalaam) in ya daawudu إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله مركا وحا في عن الله سبحانه وتعالى حقوق لإسكولة يهيبو شاقي وقال وحو لي إلهي سبحانه وتعالى واتئو لها محوه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هوانك وحي حق ليهن وصي معروف وناكسن أي حق وقليهن رقا حق إيقل وقليه أكل وللرجال عليهن درجة درجة إرادة برغو سيلي مركب ماشا وحا عجيب أو خلافك كينيا هدي قريقو لبا أمير أوياش
oo qof walba sida yani sultada iyo talada guriga loo kala leeyahay aan muxuu aha aan lagu baraarugsanayn oo ninkiina daa uu soo arko madaxweynaha guriga islaantina amiiradiina madaxweynaha guriga ay soo aragto sheekaduna ay soo baxdaa ana amir wa anta amir man yasuqul himar ana amir baan adna amir ba taa yaad amerka ka haynay oo qaraar nihaaya qof qaadan karaba uu guriga jirin ta khilaaf weyn ayaa wala isku dhacaya wa in loo ogaado marka arintu sida ma aha sultada ugu sareysa ee maamulka guriga ninka iska la sharciyaduna saartay ninku waa madaxweynaha guriga gabadhuna waa wasiirka arrimaha gudaha waa inay marka hoosta iyo xagga ay ka maamusho waa inaan la isku qabsanin waa in la wada tashado laakiin qaraarka nihaayiga reerka lagu dhaqay ninkan uu ilaahay mas'uuliyadeeda saar ha ku qabsan inaad ku qabsato maaha oo ku xagxagato inaad ku xagxagato maaha laakiin reerku uu wada tashan kara tala waa la isku leeyahay waa in la wada tashado oo dhinac wax loo wada wado marka labada qof qofku inuu garto xaq isaga ka maqan laakiin uunan garanin xaq isaga ku maqan waa dhib weyn oo khilaaf keena dhib weyn oo khilaaf keena way xuluusheeda uma gudbayno laakiin hadda waxaan uga dan leenahay inay khilaaf keeni karto sababaha keena marka in qofku uuna qofka kale xaqiisa garanin waxaa ka uu ka ah qilatu tafaquh fi diin in qofku diinta ilaahay uuna aqoon iyo macrifo u lahayn waayo xaqa ninka ka maqanaya ninku leeyahay diintaa sheegtay xaqa gabadhu ay leedahayna diintaa sheegtay haddii labada midna aan la garanaynin diintii xaqa ay ninka u ratibtay diintu ay diintu siisay iyo xaqa ay gabadhu ay diintu siisay haddii aan la garanaynin haddii waxa weeye inda farakagelisun baa iman iyo qajajac iyo nin walba waxa adigu inuu wixiisa soo rito oo dariiq khaldan uu u maro marka qofku waa inuu diinta ilaahay barta weeye subxaanahu wa tacaala waxyaabaha keena khilaafka waxaa ka mid a guriga gurigu inuu yahay guri macsiyadu ku badato guri macsiyadu ku badan tahay khaladaad iyo dhibaatooyin fara badan iyo cisyaan oo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yaryahay walidaalika baa maxamed ibnu siriin iyo rag salafkii ka mida waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen marka khalad iyo dembi aan galo waxaan ka gartaa islaantayda wejigeeda iyo dhaqankeeda iyo neefkayga gaadiidka ah dhaqankiisa way igu kacaan dabeecad aanan aqoonin baa ka soo baxda markaan anigu khaladaad galo marka reerku iyo faamiligu hadduu yahay faamili aan ilaahay gurigooda laga xusaynin qur-aan iyo dikri iyo salaad iyo wacdi aan laga ogeynin masaajidda iyo khayrka iyo meelaha ilaahay laga xuso aan ku xidhnayn gurigaasi qalaaqal iyo khilaaf iyo buuq kama baxay khilaaf marka waxyaabaha khilaafka keena waxaa ka mid a macsiyada ay dadku ku dhex jiraan reerka way dumisaa khilaafna way ka dhex abuurtaa waxaa ka mid a qodobka lixaad ee keena khilaafka qoyska asbaab khilqiya dabiiciya ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka qofba siba u abuuray dooq iyo dabeecad gaarana wuu leeyahay dooq iyo dabeecad gaara ayuu qof walba leeyahay marka waxaa laga yaabaa dadka iyagoo fiican oo ahluduuni oo wanaagsan in dabeecadooda haddana ay soo kala booddo oo isfahmi waaya waatu nabigu lah calayhi salaatu wasalaam alarwaaxu junuudu lmujannada arwaaxdu waa junuud laysu keenay famaa tacaarafa minha italaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf intii isfahantana waysla noolaan kartaa waysu iman intii kala boodaana ee isfahmi weydaana ma wada noolaan karto marka waxaa dhici karta dabiiciyan inay dadku dabeecadoodaba aynan isu keeni karin ayaa dhici karta oo waxyaabaha khilaafka keena wey waxaa ka mid a khilaafka waxyaabaha keena todoba asbaab maaliya arrimo dhaqaale waana waxa u badana innaga hadda guryaheenna ee hadidaya ama ku haya yacni caamilka burburka ee ugu weynaa guryaheenna hadda waa arrimo dhaqaalaha la xidhiidha oo gabadhii waxa weeye ay ninkii dhaqaale khayru caadi mararka qaarkood ay weydiinayso mararka qaarkood ay dhacayso waxa alla wixii reerka loo soo jaajaabay ee usoo noqday ninku inuu isagu la goosto oo howlo khaas iyo dano kale isagu uu ku fushado ama uu ku qayilo yacni siyaabo kale uu u fuliyo taase waxay keenaysaa is-aamina dar markaasa waxaa dhici karta mararka qaarkood wax yaroon macno lahayn wax kale oo shaqadii iyo aan lagu mashquulin iyo reerku siduu ku horumari lahaaye taxi ritaan wax yaroo ka soo noqday in lagu mashquulo qof walba uu fokaska ku hayo oo laysku qabsado oo yacni waxa weeye ceeb iyo mushkilo ay dhasho is-aamina darre ayay arrintaasina ka timid marka qadaayaadka maaliga waa waxyaabo keena khilaaf waxyaabaha khilaafka keena weeye ninku inta badan raggu haweenka waxay ku tuhmaan tabdiir mubadirnimo inay yihiin xoolaha iyo wuxuu ku soo dhintay inay khasaariyaan waxaa taa cagsigeeda oo haweenku ragga ay ku tuhmaan gacnadayg ninkii oon waxba la hadhin yaa gacnadayg lagu tuhmayaa mararka qaarkoodna gabadhii oon waxba khasaarinin baa lagu tuhmayaa mubadirnimo iyo inay wax walba meel khaldan ka tuurtay soo laba fikradooda aad u kala fog maa
أدب الأقل فوقه نمت هاجن أروح يلا سواك أنا بواد خسارس إياه مت هاجن ما يوحوا ما ذنكين والله بعرف تي أذو كلام فوقه لحد يدوي قضية مالية مركز تحسينه وحيابها كان خلاف قدم كسيد هذا وحيابها خلاف كان وح كم إذا قرابة لبض قف إسقابة قرابة هذا أورير كفرجلين كويس وحيابها خلاف كانوا وأنا أرين خطرت هذا له قبل دي بالله دريا ولا قلت لك هلا يا يعني واحد وياي حال كذا مجلينه لكن هو مسألة خطرة أو دبأ شرع قن أو قلين إن فرجلين لجوس ما يرهر مسلنا أو إسقابة أو نبض كوا ذا دجن إن لفرجليه أهيم هذا الله ده حجلا حرامه النبي قلنا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود حديث يعني علم علامة الألباني رحمة الله عليه وصحيحنا هي يا شعيب الأرناؤوط وغيرهم وحنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها نجمد معها ومضى إذا نكمل شرو قف يعني وحوي إسلام غير كذا قف كفس هذه كخربة جوري هذا كدرة إن كذا كهر كأنا غير كخربضاتي على غلط أحد جا ومضى إذا كما ترسل نبيه النبي عليه الصلاة والسلام مرك غير نبات كدة كنا ما دحجله وأنا أرين خطر وي أذوق ما مشي على غير كهاجين لا دحجله جوري كهاجين لفرق لي مشي عليه إن لو صار حق لما تعرض حتى غير مسلم حق لي صار لنا على السماء يوناج يخير كل حق كل حق سك لا أرمى هذا كل حق لنا حتى يسفهم ويان ومضن ويركيس إلهين ويركي قرابذنا ويركيس لكن أذو عامل هد يعني معول هد من هالنغن يعني واحد يجرون واحد دمية أو يسوي واحد عن كش شغية أو يصطاد في الماء العكر بيد وباء عن كوجرسنا يككل وما يسنا يذو هالنغن وأنا جانب يعني لنا خيرك أثرك أذو كده حقشة وحياها كان خلافك وح كم إذا إن ثرك وح قصة القرآن لبض قفنا وفهم وهاي نكى بالجاي وإن مسكح بالجاي جلوح أنو صدق قبره نا يفهم ويدو قبر بالجاي وإن والله عض نكى وفهم وهاي وطبعا ده دي أثبت شو أما يحنو صدق أعراض جانبية ومرك قف والب وطبعا دي قفك وكل وكل يقين مرك وكواي وفرك طوره مثلا هل استدلوه وح كم إذا غضب كسجالات ونسكس وكوبينا إن لا تجدد كسحر ضع، ضد كان خرافيين تأه كتاب قبل يوش إلهي كفرتي، إن رأركو أي كحرينهين أو سحر كأي وحيابها لا تجا وقلم يكين، تمثال قلم أو حارس أوه، سحر كون رأركو ودمية شرك إيا قلمان أو كنا أما هو بيهيبة رأركنا ودمية وحنا مدرسة مركا مرر فربنا الإسلام هو حلقة يابا. إن إسرائيل هذه نكوة لجايون الملك هذا دقاقنا، بل ملك هذا كود جارو وحوس وقرش شاف، وحوي مركز تادينا وجبايا توكلنا أدي ما هي تادينا وجبايا أدي كنا إلهي بدك فوقته وقال ما تكش، سحر كنا هرمت إس ودمية، وإي إلهي بوحلي سبحانه وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مركز ساحر هو مفسد وليس مصلح، ساحر هو مفسد وي. إن لا تجانا وحوي كفر يقال لموي مرك ووحيا به وجبذن إيريره الدمية إنه ننكو آدو أما جبردو أي آدو ضد كانا وحلموذو ووحيا به فاميليا ذا يقويسس كدمية آدي آد خطر تقولون دين تانو أي مال أذك وحلي كيستاكتي نبي قلنا صلى الله عليه وسلم إسكتها صاحرة كوحشاك شاجة وحبان كتاب دير هذا وحشاك شاجة إن لا تجو النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد دين النبي محمد وكبحي بالنبي عليه الصلاة والسلام قف كي قف وحبارباره وحشاك شاكا وخرافي وطق محل ملنكي وينا الشيطان كان ساحر كهذا وتكتوض حموده هل سوي ومسألة خطرت وحا كم إذا غضبك أن كسوا قبين هنا يطبنات وحيا بها الرئيس الدمية خلافك كان وحا وقدرا التهم وسوء الظن إلا استهمه ضدكنا مراحون وسوء غاضان gabadhi ba waxa laga yabaa in waalidkeedii iyo aabaheedii reerkoodii wala soo hadlo iyo dad ehelkeeda naaya kula hadlay telefoonadeedu dhanbu daba dhiganay yaani waxa weeye wax ka baxsan kara ma jiro wax walba uu ka waswaasay oo ka shee waa nooc cudur weey waxa laga yabaa islaanta lafteeda ninkii inuu shaqo ugu maqan yahay oo taraag uu ku dhintay ama taxi ku dhintay ama hawl kale ugu maqan yahay oo leed u yimaado iyaduna ay ciitaqaansan ninkii ma inuu hawl kale ku maqan miyuu ku soo shaqeyn yaani muxuu sameeyay ninkii نيجي أنت عصا دمنا يا 8 hours full time كوسا دمنا يي هدي أدي قاعد أمس أنت إنه هول كلكم مقيا سأل سوق هنا مركز قف والبقف كلوح أمي سيا يعني وحوي كيلو جرام يوم من التهم يسوء ظني أي قف كلوح أمي سيا
مركا أرنتاس أرن خطر تهذا لوية ريركو هذو كلا وسواسه أو كلا شكيه أو وحويل لسكو كلسونا ويقف بقف كلا كشكيه حمال إسا كشكيه إيه ميلا سومر مر ريركاس مر اسمي آخر كدوميدو مكودن بيني مركا أرنتاس وحي عاد ايه موغدان وإن سيشارعيه أوفيشار الله حاليه وحان موغنين وإن رقيه دومر بعضان ريركاقه وغشكيين نبيقنا صلى الله عليه وسلم إساقو أرنتا دوينا يواتولا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديد وحان إذن كدقيا مالها أيان إذن كدقيا سببتو أمره إنت ورأك أغب بين بضنوي إنت ورأك أغب بين بضنوي مركها مالين محوها بيئس بمطيئة الرجل زعم ونبيق عليه الصلاة والسلام قفك وجديد كدكت أو شقك كدكت وح أوجحن ولا لها كتر كتان هل كاسات مرت هل كاسات سعود ساسال لها تطب الله هذاش هل كانت كبر هذي وحياة قيل وقال ذا شريعة أيدي ده هرستا ووحياة هير كدميوي وقت جالس كير قط بذا سان على است وقت جنود ماذا من فيلا يا إن كسو كبرنا وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسباب تيدا أو شيخ خير الله سيوكا لشي عبد الله إيو علاجك إي أضرارت إي دباتوينك كردشا إي رنتي ومشاكل كووا وينو مانتا قريها الدمية إي كمتهاي إي مقدماهان قريقة سيدي سبا البيت السعيد قريقة وناكسن وحال أورانكرا ماءها قري خلاف أوسن كردعين مرنبا وحال إذا ذاها ديل أركو قوري آن خلاف كدعين لبا قوري مدون وي إنو يهي أسرة مثالية قويس لغايا ببقول كيبا هل إيا اللبا إن لغايهلو إن آن خلاف بماشا إمان وهل إيا اللبا إيو إن إيهين قويس كالي أو كالدنتي أو وذهلين أو وحرير أن دحمرين أو قف بقول أو دقية لبدا غوري بان خلاف كدعين سودودبا اما انو خلاف يمادو علماء النفس وحيليهن خلاف كينو جرى وحي كتوسي ولي تجاذب اي اسجعيل انو مشى يالو ولو فيرسو جعيل انو يالبا وحا كتوسايا ان لبدي قف ولي اي وحي اسكو هيان حدي لا كلا دينتا خلاف مشى ميال ولو كلا تغي marka taas asbaabta markaan ka gudubno marka علاجك إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى قريه إن هذا ويو وحا مهمة إن مركا كوبات بل يرهدو هورتا إن لفهمو غيرك وحا كرده حيا ما خلاف با مسوا سوء الفهم وحا لغايا با إنو سن خلاف حقيقي بميش أولين قوفكو هذا الكسي ويري روحا كلان هذا الكسي وقات قلو فيرس وحير أو تافها أو قفك لغاية ومركو دقاها أو كواقادة عيئين هذا أفر سنبا لغاية والوضع قويس إن الوضع روحين يسكو جيران مركة ورطة مركة كوبات بخطوات كاللقادة تفهم الأمر وإن لصمعي أمورتا وإن سفي عن لو فهمه هذا القفك وكوها اللي تثبت وإنات كوصمعيس أرينت اللبات ويدن مهم كوحاوي إنات قلابات النفط هذا إيا أخطاءك دعضة مال والبا أمام الله إيا صدى إلهي وكو رافو أذيق إناد كفي كرتو أذوقنا مركا وإناد وحبضان رافتو أرنتك لأ أو حالك وإناد أغاتو دنبي والبا ويمادا إيا لبكستو أو ريركا كو رعاي وحوكو يميد خلط أما دنبي أما معصية أذيق كاتمد marka ina taas adigana macsiidi aad ka fogaato waxay noqonaysaa xal lagu xaliyo khilaafki meesha yeelay waxa kamida khatawaadka loo maro khilaafka si loo xaliyo in khilaafka lagu xasriyo oo lagu soo koobo labada ruux ee khilaafku ka dhaxeeya kaliya oo aan dad ka baxsan sida qaraabadii iyo dadkii kale aan wali hawsha la dhaxgeynin inta ay arintu gacantaada ku jirto ayayna xal leedahay ugu marka aad aragto labadii ruux ee jecelaa ee iyo wada hadli jiray oo loo kala dab qaadayo
أو قف والبقف قال أنتو بوك صو ليقولي إيشك وحياه خلطات كأوسمي واحد وقتا إن تلف راحك بحد أرنتا أن أهم يديدو تا كيرين وحوي مركو خلاف دعو هيرك خلاف وكدي مركو خلاف دعو الملفات القديمة فيلشي هراء يان لجدة بتجين حنك ودنا فيلشي هراء خلافكم مرو البودعية بشي هراء والس خلافي أرين بالسكو هي بشي كورس أرين كلار هيرك دحتي اللي ما أنت مركي لو وضع الله يو هذه مرو البعض كسب بالوضع مشي هريس وآتر هذا شلينا سيداسة سميسي درادنا وحاسات كجرتي هل كهدي أوش لقى باللابو يدنا حل جاري مايو أرنت كلا أو حل كقيب قاضم وحا كمدة لبض الروح إسقبتا ولا هلا يصور ربعين وحليان روح ولي بواين وكور رم مشكلة ماشة تعالى حسب فهمه ولو فرصة سيدا إسقى وفهمه سيدا أنا قايلته حداد كور رن ورك أذو عاقبتا أتكلم مقدس آتر على ورك كلنا وحبك مجرو مرك ورك أجا وإنه النقض ور احتمالية سدا أنا وقف فهمي سدا يا سدا سيدنا تكو حلسه وارين يدونا لقى مارمان مركي على حلك باللابس الله رب الله بدو قفيني وضع هلان وإن لقى صوب باللابو نقاط الاتفاق قلب بدل السكوا فقصي هي هي فضل هي وناج الروحاني وكولية ولا تنسوا الفضل بينكم قف كان ما أنت لقيا بين هذا الله كل كلول وأديكسن وقف كي الشلة هذا لم عن أدو أديكسن جرت قف كان لقيا بين ما أنت سكر وعدين لها كوج بيسو وقف كي الشلة إن ضف عن أدو كفير جرت مرك فضل جي يوحي هري الله سوق بطي إيو لكن كيني هو هل مر إيجانا يان لدوميني وإن دد وحي لسكوا فقصنا حتى وإن لقيه الرئيسيو إلهي خيره كسيو قفي عن باتهاي حقيقة مركي دد كوي مادان حلو الخلافات كي بروبلم كلا حلنا أيو قبلها قاركود أما رقب هان نقضاني هذا الله ضوضو آد بوناك سيهن قف باوحو كليهي نين كيغا إلهي خيره سيو ونوفي عنيهي رير كمسولي دي سووهيا بيلك وبحيا لكن ولا فرس هل كان مركوين لقى بالله وورفي عنود نين كان وح وكفي عن يوردون وين هذا شكت لكن هذا أرنت هسنا رحتال مرك إن قاب كاسورت الله ورمريه وقفك ونعجيس شكته ولا جم مارمان اعتراف بالخطأ وحل إلى هذا يسونه وفضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة حداد أذوق خلدنته جبرنا هذا توض خلدنته أما ويل كذا توض خلدنته خلت كاجا إن قرته ووحفيع خلت كاجا قره وأن كا خلدمه وكلمة روحك كلنا لقيا بين الدرب الدجسه مرك اعتراف بالخطأ وحل هذا وفضيلة والاعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل إن خلت كلا قرته وكفي عنه إن خلت لوسي إن دعت كاضه قول لي هذا حقوق كان وحاجونا وذي يكون مقضى حقوق ذادون أي نقطة ماثلة أمام عيونك والله فرصة حق الله إذا هاي هذا ترى ذون إن ده يقول يلا هل كاس مر والبويح إلى شيء قبل محاوي حوار لسمي ويا الرجال هو ويا محاذو خلدنت محاذ سدا يقتري محاذ هذا الكنوع عسي أديكسيت مركز تاسو حاوي هذا الحقوق هذا ماثلة أمام أعينك أتكلكتو هل كان حقا وإنه صنعيني كلكتو وعبكوها جاجي معي طيب الرماه كلو وحلوح اللي وحا كمدة الصبر على الطبائع المتأصلة في المرأة قبرنا وحا جرا طبائع إلهي وأبوري أو أذوق أذن كساري كرين كان جوين كرين wax walba daas samaysana kama saari kartid waa maxay waa arimaha masayrka iyo qirada wax leeyahay hadaa tiraado gabadhu maxay u masayri ama maxay wax u dareemi wax suura galama ummuna aisha muhatul mu'minin ayaa masayri jiray
oo dhariigii cuntada lagu keenay iyo xeeradii kala jabin jiray oo rasuul alle sallallahu alayhi wa alihi wasallam baa mararka qaarkood lala hadli waayi jiray oo arki jiray haweenkiisii iyo dadkiisa oo xanaaqsan oo u tashan jireen sida sheekhu hadda uu ka hadlayay sheekh cabdalla marka sabir waa inaad ku sabirto marka adiga qaybta gabadha kheyrada ah iyo masayrka masayrku dumarka waa uun u kala duwan yahay meelo iyo wuxuu leeyahay limit uu qof walba u joogo ma ogiye qof walba oo dumara waa dabeeca ilaahay ku abuur adiguna kama goyn kartid hana dhihin marka maxaad marka waxaas uga hadli arrinta kaleoo meesha ku jirta waxa weeye oo wax lagu xalliyo alridaa bima qasama allahu tacaala ilaahay waxa uu qayb kaa siiyey raalli ku noqo maxaa laga wadaa xal baa la rabaa reerkan hadda reerkaaga ku ah waa reerkaagii adaa shalay doortay meer xalaalaad ku qabtaa ilmay kuu dhashay tayib raalli ku noqo marka reerkaagu siday tahay raalli ku noqo ninkaagan aa laga yaabo inaad si kale u aragto waa ninkaagii ilmahaaga aabbahood weeye raal ilaahay isagu ragga kaa siiyey nin kale ma haysatid ragga isagaad ilaahay kaa siiyey maaha in dawaaq aan ka hadlayno maaragtay qofku meel kale iyo usii indha taago waxaan ka hadlaynaa qofku reerkiisa inuu raalli ku noqo ninkaaga raalli ku noqo gabadhaada raalli ku noqo tayib xalka khilaafaadka loo maro waxaa ka mid ah marka aad xanaaqsan tahay oo qadabka iyo caradu ay jirto ha u degdegin inaad wax xalliso bal u fiirso adigoo xanaaqsan ha isku dayn inaad wax xalliso xanaaq baa yimid soo maa xanaaq horta sidii loo damin lahaa oo laisu dejin lahaa felowet gal khatawaad baa loo sameeyey qofku maaragtay ha weysaysto salaad ha la galo ilaahay subxaanahu watacaala markaad alla hor istaagto waxaaba laga yaabaa xanaaq inuu kaa tago weysayso haddaad taagan tahay fariiso yacni khatawaadka shaydaanka iska naar laakiin adigoo xanaaqsan haddaad tiraahdo isla haddaan saxayaa wax suuroobay ma guriga ka bax iska soo warwareeg intaad baxdo waxoogaa shaha soo cab qof saaxiibkaa iskala soo sheekayso waxoogaa soo farax marka xaaladda aad xanaaqsan tahay ha isku dayin inaad wax xalliso tayib atanaazul can bacd alxuquuq arrintaasi waa muhim waa tii aan dhan kalena ka sheegayna xuquuqdaada hortaada yayna taagnaan waxbaad isku haysaan wax aad leedahay ood og tahay inaad gar u leedahay oo adigu aad ku saxsan tahay mararka qaarkood waa inaad ka tanaasusho waa lagama maarmaan inaad ka tanaasusho waxyaabaha qaarkood weeyaan markaasaad reerka hayn kartaa tayib waa in atakayuf maca jamiici aduruuf walaxwaal waxaa ku soo maray xaalooyin badan oo kala duwan mar la faraxsan yahay mar la xanaaqsan yahay mar qofku degdegayo mar qofku uusan deganayn marka xaalad kasta waa inaad reerkaaga barato marka adiga qofku reerkiisa waa inuu barto waa inaad taqaano tayib arrinta wax lagu xalliyo kale waxaa ka mid a yajib waxaa waajiba inay ogaadaan labada zawj biana almaala laysa sababan lisacaada arrintaas waa muhim waa in reerku ay ku qancaan inayna xooluhu ahayn waxyaabaha guryaha dejiya sacaadada iyo liibaanta iyo reerraynta iyo guri degan xoolo lagama helo waa kala labo meeqaa adiga kaa xoolo badan meeqaa guryo baldhinna ah ku jira oo haddana maaragtay kala tegey meeqa gabdhood baa guryo waaweyn ku nool oo ninkoodii ka maqan yahay oo dibadda u diray meeqa rag baa meelaha fadhiya oo gabdhahoodii ka soo tegey oo maaragtay gurigiisii maanta uu u baahan yahay isaguna bannaanada fadhiya marka xooluhu ma aha sabab sacaado iyago keligood ma aha tayib qadu taraf waa in hafawaadka iyo kelimaadka qofka kale ka soo baxaya waa inaad indhaha ka laabato marar badan maxaan ka wadnaa mar badan waxaad arki
gabadha aad iyo hadallo ku dhigi karto ninkaaga isagoo hadallo ku dhahaya hadallaal isku hadal baasi uga soo fakeen degdeg ah marka erayada soo baxay marka qaar kood ee biduuni qastin ku iimaanayo oo loogu tala gelin in dhaha ka qabsadeen maana ka dib tagin hararaad sanin ha tatabuucin waxay yiraahdaan culimaa annafs waxyaabaha qaabka wax loo saxo cadam atasxiix almustamir lilakhtaa qif baad aragtay ha isdhihin marka mid walba hadda sax ninkaaga hadduu khaldamay haye maxaad waxaa u samaysay haddana galabtuu khaldamay mar labaad haddana sixitaan haddana caawo mar kale beri subaxi mar kale lama sameeyo waxaa la sameeyaa akhtaa in tusaale weekly oo kale loo xaliyo ururi akhtaada u ururi hal mar marka soo fariista labadiinna reerka waa inay weekii oo kale hal mar sheekaystaan oo halkaa mar ay isfahmaan oo waxyaabihii khaladaadka oo dhacay laga wada hadlo laakiin awalan biawal halhal hawsixin taasaa tiraahdo qofkii mar walba ma degana wixii aan ka soo sheekaynay baad ku dhacaysaa qofku mar walba ma degana mar buu xanaaqsan yahay mar buu degdegaya haddaad tiraahdo ana hadal baan ka daba tuuraya waxba hagaagi maayo ayib labada ruux ee raba in khilaafaadkooda ay xaliyaan waa inuu qof walba qadariyo mashaacirta iyo dareenka qofka kale billaahi calayka u fiirso xaaskaaga waad ogtahay waxyaabo dhaawac ayaa jira erayo ayna jeclayn baa jira waa inaad mashaacirteeda qadariso waa in dareenkeeda aad qadariso adigana sidoo kale ninkaaga waa taqaanaa wax uu jecel yahay iyo wax uu neceb yahay walidaalika waxaa fiican oo aada iyo aada mar walba u fiican qoysku marka ay guurka samaynayaan oo ah shuruuc alqaadi sidii uu sameeyey maalinta ugu horeysa ee la isguursanayo oo habeenka koowaad ee zifaafka la aqal galo in laisweydiiyo qofkan wuxuu jecel yahay iyo wuxuu neceb yahay waxa dhibaya waxa uusan dhibayn si tafaadi loo sameeyo xalkay ka mid tahay ayib waxaa ka mid a in ay labada qof ka fogaadaan kelimaadka maaragtay warka adag ah qaasiga mathalan inuu ninku yidhaahdo gabadha oo kale uu ku yidhaahdo ama gabadhu tiraahdo laqad wulidta hakada sidaan baaba lagugu dhalay sidaan ayaa lagugu dhalay laqad ictadta haada waxaan waad ka caado dhigatay laa faa'idata fiik wax faa'iida a ma lihid lan tatagayara abadan weligaa isma bedelays u fiirso erayadaas waa erayo kulligood aad dareemayso inay meel adag taabanayaan weligaa isma bedelaysid faa'iido ma lihid ayib qofka markaad ku tiraahda faa'iido ma lihid maxaad berri ka sugaysaa marka waxa kaloood berri ka dooni muxuu yahay haddaad tiraahdo waxaani caaday ku yihiin bimacnaa waa laga wax laga xaal waayo oon mar dambe lagu noqonaynin wey ayib waxaa iyaduna xalka ka mid a shukuugta in laga dheeraado shakiga oo midii hadda sheekhuna ka hadlayay qodobkii ugu dambeeyey shakiga in laga fogaado reerkaaga ha ka shakinin ninkaaga ha ka shakinin xal ma rabtaa shakiga iska yaree ayib waxyaabaha muhimka waxaa ka mid a iyo qaabka loo saxo oo cilaaj iyo dawo loo helo tajannab iطaalata fatrat اlkhilaaf khilaafku inuu sii dheeraadona ha laga fogaado khilaafku inuu sii dheeraado maxaan ka wadnaa waxaa laga yaabaa inay jiraan reerkan way iskhilaafsan yihiin bishaan ma wada hadlayaan bisha kale ma wada hadlayaan dhowr bilood bayba ku gaadhayba inayna wada hadlinba goorma marka la isfahmaya kulama ay labada qof sii kala fogaadaan kulama habeen iyo labiyo saddex ay usii dhexeeyaan way sii kala fogaane quluubtoodiina waa sii kala socotaa marka khilaaf hadduu yimaado iطaalatu اlfatra ha laga ilaaliyo waqtiga yaan la dheeraynin ayib gabadhu haddii ay dhigi lahayd indhaheeda iyo horteeda xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam
ورسولك قولها هدي قف بن آدم وسجوده يقف بن آدم قبرنا أن أرى لها وسجوده لكن مخلوق له مسجوده يعني حق أنك أوليه الدرجة أوليه هدي هدي حديث كامر والبصر لكته وحابضا إن خلافك الله حليه حجر أنك حق أوليه أنت سوريه هدي أنك نهرتي سعود لكته حديث كي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي رجع وحاء وخير بدن نينك رير كيس أوفي عن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أنا ونوحانا هيب ورقف كرير كيس أوفي عن هدي حديث كأن نينك مركر دكتو قف كنينك أوفي عن إن هذا نقطة مرة بتاع رير كا قف كأوفي عن نقطة ريركي نينك أوفي عن ريركي سأضغ النقا طيب كبرنا عاوي وحلقبه أسوء أذيك المها اللهي عاوي حداد سقابك ورقنته وحي نقونا يسا إن منتظر لكري أظن رأى منتظر لكري رقا قاربا لغا من حناقان منتظر لكري مركي كبرنا وحوال بوئي قوان أدنى لقبه تاس مركات كب أتسوق تحديث كرسولك إنه هل كاية رسولك جريز وكشغين جري عائشة وعائلة في مهنة أهله أو بيته بوها جريج الشقة لقبتو قمين جري صلاة مرك اللي جارنا وبيحجر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركاتو نيكو حديث كاردي وقبلنا حديث كهرت هذا دكتور وحيب احترام بام بيشيم إخواني هذه قوانين لدخلوك على الصعود هذا نراهنو أن لائحة هل كدرب وكو قرنو iyo maareeyte rool aan ku kala soconno waxa laga yaabaa in umurtu noqoto in mindi ku taagiyo ruulka hal la ilaaliyo laakiin ixtiraam hadii loo celiyo macnaa hadiisku intuu leegay hadii la isla fahmo xaq uu ku leeyahay ninku haday tahay taaca aad ka heli ajir haday noqoto janna in lagu galo hadii arintu noqoto oo fiirso inta oran lahayd ruulka hal la ilaaliyo waxa hortaada dhigataa janna ninkaaga oo u adeegto oo la taaydo أو بار النقطه أو ترالي النقطه جنة إلهي بالوكلا طيب ما حكى لهم مركب كادم بيوه هلك لقير هذه جنة إلهي مرات ست إنما هو وجنتك ونارك طيب خلافات كإخواني هدي أن لحلين مرك بباتوين باكدلات حلك هدان لقيرين دربة أضرار ووين باكدلات ضررك إيا ديبك كردشا لبقضو بانك سوقاضي أضرار على الأولاد ضرر علمه كردعي وأضرار على مستقبل الزوجين ضررك كلنا في يجرك إيا مستقبل كريرك أي كردعي طيب أضرارتا إيا ديبك علمها كردعي وحا كمذا إن علمه خلاف كي أن لحلينين كره نولا ودريمو إحساس الطفل بعدم الأمان مشان ملدقن ما قريقان أمان المهم الدريماي راحم الدريماي ملو كون نستماعها وحا أقرون إنو هل كان كعرارو أو جحيم أو واركو أو بنان كأو عرارو أو إسكا آذو ميلها سيجريتك طيب مرك أضرار تاس نفسي عدم الأمان إنه ضريمه المه يقول عيسى المون وحو الرباء حاجة ديسا نفسي يا باهي ديسا الميول عرورت وحيلي الميول يا حاجات وحلي راهدو درين كيسا وحو الرباء إنه درجيو المو دركتين ما انتر دنو أرديا دين عقو رافي وحبو السمين سؤالو كويدين فرحدو باني إلا لا عيارو الرباء labadii qofna khilaaf ba ka dhaxay lama wada hadlaayo halka guriga muxuu dareemaya amaan booskan ma waynu iska gacararo walidalika shalayna wan ka hadlaynay ba gabdhaha xitaa waxay ku qasabtaa iyaga oo gaarin daadi ay ku guursan lahaayeen zawaaj mubakkar leeyda wax leeyda inay sameeyaan inay gurigan ka carareeran awwal khaatib ninka ugu horeeyo oo gabadhu la hadlaba raacaysa awwal khaatib ninka ugu horeeya أير محير رادين إني الباب كبحض ويقول جان كعررتو شحيمة طيب
وحا كلو سميسمي تشويه سورة الأبوين أو أحدهما في عقل الطفل المهم اسكح ضوضا وحا كو سميسمي أو اسكرنا دعين يعني لبدا قف أبي هو يميت كود إنو يهي مدحن أو خلدن أو يجب مقاومته أي واجب تاين لغا هرتو مركا محو قاضي عداء علي تنبو إسلام مركا علميه كو قاضي متقان الميلو كالا قاضي الميال بدن وضرتين أبيال كود ماركي كران حق هذا مساج كسو قلان حقو كسي بحيا قريقا مركو إيمانا يو سرير تورا كسي ساحانا وحو الرباء إنو أقو يو أين إس أركنبا محاجرة عدابا كوصا ميسان يو عليتا ووحو قاضي تشويه سورة الأب أيا لدى عقلية الطفل إلما كوصا ميسان إنو مركي يقف أن في عيني إن لقدك تون هذا مركان وحلنا إنه وقول بسوينا رنتي أهمية دي سلة مركات ربطين هذا حل أتقعدان الحذر من اقتحام الأطفال في القضية إن عرورتا لغو صور دحقليو حل كيني صور دحقلا غيرها قاربا خلاف مركو كردعو وحي كليين إلمها حتى وريسو إلمها أب المهاس أني أنت هذا بيقوي دين ويل كييجا ورئيسه كلية تومين بسنوجرة يعني ويل كيس هذا ورئيسته وحال قدر دعية ولا جاي أبا إنه حتى أبوه قدر دعية إن استقل الظلمايو إن هو يدو تايمت أم في عينين أما هو يدا صورة قال إن المي كدر دعيسه قاب كاسو كله مرك قضية دا ريركو إسكوها يو إيه مرك أنا ربنا إنا وحل إنه المها يالنا ده جلينا يو شغفكم ملا حلك طيب هدي وويهين وضل عقل لا ايهين ويجيلي كران يو مرل والب نفطوده كدريما هي الشعور بالذنب اني ملح ما انت تاغين اني اادو عدقت هويدو يا ابودو ولا هله اني اركان هدانا قف وين مركو يهي واسلا كلا هاري كرا وخا لا يابا انو يرادو لبدوده وعدي و خسو جيديو لكن الما هير ما قادن كرو طيب وان أضرارتا مركا إلماها دان كباحنو ضرركا ريركا إيا مستقبل كوضا كسوا هرايا إساقونا وحا ويا ضرر آذي آد أوين أو دباتا خطوات بين مري أفرسو إيا تلابوين خطوات كوباد إيا وحيابها قفك اللو قدي سيوح لوحا ليو والنقد القاسي النقد القاسي وحا ويا هضلك أذك إن لسك إلى علي هذا ربطينه وحلي صو هذا الأذق وحبلقو محلين كر وأسلوب مرك هدامة ولي بقى واحد دمينا الله صو شيعه وحنا كمذا كاسين ويا هجوم يوير لقو قاض الروح كله كاس للنقد قاسي ووير الروح كله لقو قاضيه طيب مثلا مثال هدان كأنه موعد بالله سميست لو دي قف الزوجين كوحي ربين ميل اني ودا اذان قلبت قبردي يا نينكادي ميل بالربين اني ودا اذان تاخر الزوج عن موعده مثلا زوجك وصوته وحو كصوته هي حليغيسي قبردي وحي درينتي ضيق يا قلق اني اادي اذ ارنتن اريري بي درينتي مرك قدام بيسنة تصالة كلمة دم بقى صواب حضي هكذا أنت دائما أناني لا تفكر في غيرك وحيتري ولجا سدم باتهاي أذق أم بائس يقانا وحكوفي عن قف كلام متقاند كمان الفكر يسد روحه كله لقد صئمت وأنك قوستي أذق بلنت هذه اللي جو جاجة وصئمت الحياة معك وحكلون كقوستي لنولان شهاجة طيب وفي رسو أدن سؤال مركز ويدين خطو انتو كجرا قفكو هل كان الكوكا كجرا عبارة وحاتهي قفحن قفان قفك لكوفي كرينين وحان كقوستي لنولان شهاجة وحو كجرا الخطو هنا ليس في غضب الزوجة قفكو هل كان ماها قبرو اني حناقضي
معها، ولكن في كيفية التعبير عن هذا الغضب وقابك لو يري عرضا يقابك لو جوابي. طيب وحي أديك ستي إريادة مركز قبرداسي إريو جارحة أو طاوعية قفك شخصية ديسي. خطوة لبعض تاسوا قيب قفك اللو يرريو qaybta kale waxa weeye isaguna waa hujum oo xambaarsan ihtiqaar in ruuxa kale la xaqiro kanana waxa la yiraahdaa ka sii xoog badan midkii hore sukhriya iyo maaragtay ee xaqiraad waa kamida marka rabaan labada ruux inay xal sameeyaan isagoo qofku qofka kale uu xaqiro erayadiisa buu xaqirayaa إن روحه كحقرة يا تعابير الوجه وحليل هذا وجه جاجا واحد كم موجين يساقف كان إنه حقرة يهود ليديس كاسنة يسوون هو هجوم لبعض أو قف كله قاضيه طريقة صدحات حلك يسوون سوء أفجر يا واحد كم ذا وفائدة أن لهين إن لبعض الروح أي دريمة أما متكود أو دريمو أنه وصل إلى طريق مسدود إنه قاري وضحرا طريق مسدود بمعنى وحان اللي لذا هو النقطة أو خطر سن بصورة مستمرة يعني إنه الروح دريمو قفكا شريكة الحياة قبل هذا النلوش كلوه ذاك ستي أما ننك هذا النلوش كلوه ذاك ستي مركة درينتو حلنتا خلاف كيدو وحو غاري ودا صوحران ودا دان وحران تا اللي مقلي كرو. طيب خدوة أفراد وحو كينا يوا إنو كينا أرنتا سمر كيد دعضو محاكر دلان آي مرك وحاكر دلان إنا يكوفي كيران لبض الروح أما متكوت أو كوفي كيرو طوال الوقت حلق أوردن في أسوأ ما في الطرف الآخر روحك لحمان تيسو إنه أصورنته وانا جيسا مكو صور ما حانك ودنا قفك لما نهاجا مروا حالك يا بيني حالة دقاردو مروا البمسكح هذا حمان تيسو إنه بكجرت وانا قفك كلاليه هاي مرنا كو صور دعميسو هديح على ظهلك أي قاردو إذا نوى طريق مسدودة. طيب نتائجت أن كذا لنا يسمر كهدي هوش هل كأجدو محا كذا لنا يا إرجع هجوم كمر كوقف كلا وقاضو مر كلا حقره مر كأت كوف كرتين الوضع حرن جادي مر كوقت قردنا كوف كرت الروح حمان تيسا نتيجة محين قنيسا النتيجة هي الطلاق وفعلا هي طلاق نتيجة ده أما الرسل تيجي نت أي صوصارت الدراسة ده سوى حوية إن لقاره طلاق هي كلا صعد طلاقنا ما هي ماشي له صعد حل بالرب هذا بتوصياتك يا مارتي دردارنك إن شاء الله سوى وقت قرض ماضي وحنفتي دي يوتين بكل دردار إن شاء الله حسن الاستماع والشكوى الموضوعية حسن الاستماع روح الله ما نهاجا وحبو كشيء كان صوما سفي عن الدقيس وقت نسي. طيب الشكوى الموضوعية وحاويضا الوح لنا يا هدي وحي الشيء كش جرتو وإن أن لجبحين سبجت جم مركا لوضع الروح يكوضها الله يعني موضوعية وإن وقفك يا اسم يلو البوس انقعنت اللجري أرنت كلا أوح جبك وحايتها يدنا عدم التركيز إن الحوجنين مسائل يرير أو كان يسال لبض الروح إن أي خلاف كوضا سيكي عسو أيضا إن رهلا قلابتو وقدم بينتا وإن لسمعي التفادي إن الروح قارو إلى مرحلة الانفجار
حلي وقفك قرحه يعني قرح معان كودنا مروا حاجرة حدو قفك ميل وقارو وصن وحب عشانين مرك انتاسنا لقى إلاليو وحا كلو يدونا كميدة دردارنكا إن نفت لقى دورو الأفكار المسمومة فكر أما أي دي لقى يابيني سومي سنتا حالقوا قفكو حالقيا بالبض الروح يا روينا وحليان ميت كمدي ملكلو بأفكار كسوقاتها أي ديكلو قبا أو خلدن أو سميسن أو وحبلو حلينين مركا أي ديكلا يا وحيابكلا يا أفكاركلا وحكفي عن تلبدينو السوء إيمانيسا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى جري هادية أو دجن أو خلاف لعنة يا أولاد يغنى خلاف كل دهريي او بارينا الله انه ارزاقه صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نبينا الصين على مولد الدنيا والدين ان شاء الله تعالى هذا وقتنا صلاه انه وحري المغرب وحن كن دونا برنامج 40 مساجد في باركينج